إلى الوداد ومراره إلى الدور النصف النهائي من أجل الحفاظ على مكتسبات السنوات الماضية. لا ننسى بأن هناك فريقان مغربيان لسيتين الإفريقيتين، ونتمنى إن شاء الله أن تكون النهاية سعيدة سواء بالنسبة للوداد في دوري الأبطال أو كذلك بالنسبة لفريقين في الكونفدرالية. الحديث عن حسنية أكادير والنهضة البركانية، لازلنا في انتظار دخول اللاعبين إلى أرض. الكل يتمنى انتصار مريح على الأقل وأن السوبر الإفريقي أو كذلك اللقاءات العامة في دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق إن شاء الله لفريق الوداد الرياضي من أجل أن يمر إلى الدور النصف والمعطيات والوضعية، لأن هذه مباراة خروج المغلوب بين الوداد ونادي أورويا. أذكر لمن انضم إلينا في هذه اللحظات بأن الوداد تعادل 0-0 في مباراة لا بمن في مشرف دورة. الشباب في هذه الركنيه سيعتمد الى على الكثافه العدديه في وسط الميدان. حذاري من هذه الكره، حذاري 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 حذاري، طلع الكره الاخطر من اشرف داري. شوف هنا التمركز والتحرك من اشرف داري، يرتقي وناجم عليها وناجم في اتجاه وليد الكارتيكا في جنبك السعيدي. تبقى ولايه يحيى جبران يعطي باس هنا العرضيه لمحمد النهيري والراسيه السعيدي يعيد الى الخلف مره اخرى على مشاري في منطقه الجزاء. نيكي ماري يرفع لحسن الحظ مرة تعالي سيرة نادي هورويا لما يلعب خارج أرضية ميدان. والسلام ممتاز الكنترول رايا وناجم فرصة الكرة يصعد له نصير، يصعد له نصير، يصعد له نصير وناجم. والمتابعة بعد ذلك من زوير المطار. الوداد ينوع في الهجمات، يلعب أكثر على الجهة اليسرى، فرصة فرصة وجول جول سالك متابعة ولا اللمسة. هاي الصورة مرة أخرى، هاي التمريرة الذكية، لم يكن أبدا متسللا. وليد الكارتي بلمسة الكبار يشعل المضى المرمى. يا سلام على هذا الهدف، يا سلام على هذا الهدف يا وليد الكارتي. هنا رغم الخروج طلب الكرة في دار المدافعين. وليد الكارتي يتحرك ينسى ليرفع الكرة على حارس. وليد الكارتي سجل مرة أخرى بكيفية رايعة. سوبرمان يا نصير يمرر لمناجم، يرفع عينه يرفع عينه يسرس ناجم العرضية بعد ذلك في القائم الأول. بحث عن إسماعيل الحد لمحمد ناجم، محمد ناجم يفضل المراوغة يرفع ثاني جول. الليلة ليلتك يا وليد، الليلة ليلتك وليد الكارتي. نعم يا ناجم في مباراة اليوم أنت تفعل ما تشاء وتشياتي اليمنى. هو وناجم الرفع، لاحظوا نصيري نفذ التماس هنا وناجم في الاستلام. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف تحرك وليد، شوف تحرك وليد كردي بنهائي أمام الأهلي. تحرك وليد وطلب الكرة من وليد وبالراقبة حط في المرمى رائع جدا يا وليد. الليلة ليلتك يا وليد. يرجع مرة أخرى ناصر الوداد نصير الدوران يا نصير يلعبها في الشيء من وناجم، وناجم ماذا سيفعل؟ مرر نقولها وداد وداد أنت الحقيقة والخيال، أنت المحبة والجلال. هذه الإعادة مرة أخرى، يا سلام على هذه اللقطة، يا سلام إبداعاتك اليوم يا نصير ومعك محمد وناجم. يا سلام نصير حطها بشكل رائع جدا على طريقة اللاعب كرة واشتم الهدف. اللاعب عبد اللطيف نصير بهذه العبارة بنية ممتازة. هو لا، لأن الضرورة تستدعي ذلك. الخصم القادم سيكون قوي وقوي جدا هو ماميلودي سانداونز. وما أدراك ماميلودي، لازم الكرة تمر عبر الثنائي يحيى جبران وصلاح الدين السعيدي. وناجم هنا لم يحصل الكرة لكن عنده مترجي في خطأ. نعم تدخل كان واضح في حق ناري. ناري سدد مرة تالية، دائما دولي الحارس. تاكناوتي رد بالك يا تاكناوتي، احضي راسك يا تاكناوتي، رد بالك يا تاكناوتي، هذه خطيرة. لكن هناك متابعة من جانب لاعبي فريق الوداد الرياضي. تلعب الركنية داخل منطقة الجزاء، وناجم يعيد لوليد، وليد وليد فرصة فرصة فرصة. جول محمد النايري، محمد النايري جول يا دور الوداد في مسار دوري. راح يا النايري عبر عدارات الخامس والسادس لملا. هنا تنفيذ الركنية بطريقة أكثر من رائعة. وناجم بالكعب علاها وليد، وليد على المقاس، والمنادات من محمد النايري في القائمة الثانية.
شوف كنترول الكبار، أنت من الكبار. يا سلام، حصرها باليمنى وسددها باليسرى، هذا من الكبار، نايري من الكبار. اليسرى، أو فرصة 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 فرصة، الخامس ممكن، الخامس ممكن، الخامس ممكن. ولو أن الحسنية أيضا فريق الذي يتوق لتسجيل الانتصار، لأنه الذي انتهى 0-0، وفي نفس توقيت هذه المباراة ستجرى كذلك مواجهة نادي النهضة البركانية مع فريق كورما. هي أبطال هذه المباراة، والبطل كذلك الجمهور. الكلمة للجماهير الودادية. وفي الأسابيع القليلة الماضية سنتابع هذه الضربة الحرة لفائدة فريق هورويا، تسدد والدفاع الجدار. سرعة في الهجمة، هذه فرصة فرصة فرصة، جول لعدم مجددا لوجود وضعية تسلل. لقطة سليمة، لا أعرف أين هو الخطأ، لا أعرف أين هو الخطأ. هدف المشروع، تروح لفريق الوداد الرياضي. شوف الإعادة هنا، الاصطدام العفوي بين المدافع وكذلك حارس المرمى، لا يوجد أي خطأ.